حلوة وكلمتي حلوة يا بلدي. أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة قدصير، مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الإعجاب، وإذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه، وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، إذا عندك أي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه زي ما بنعمل اليوم، وإحنا إن شاء الله نوصل له بنعمل لك عنه فيديو مميز. أنا اليوم طالعين على منطقة ناعور، زي ما أنتم شايفين أخذ طريق المطار، ومن طريق المطار أخذت على اليمين، ومن اليمين ضليت مكمل على منطقة ناعور. طبعا اللي طلب مني الفيديو ستار ون طلب مني أني أصور له طريق المحكمة، من طريق المحكمة على مدرسة تركي للبنين، وبعدها على مسجد أبو السوس، على مسجد أبو السوس. طبعا زي ما انتم شايفين أجواء الشتاء دخلت علينا، ما شاء الله الجو جميل جدا، الحرارة تقريبا 10 مئوية، جو جدا جميل، عمان جميلة جدا بالشتاء، وأنا من الناس يعني بحب كثير جو الشتاء في عمان، وأتوقع أغلبية أهل عمان بحبوا هذا الجو الجميل جدا اللي موجود في عمان في فصل الشتاء، وبالذات في المناطق الوسطى اللي هي منطقة العاصمة وبعض المناطق الشمالية زي جبال عجلون وجبال جرش. أنا من الناس كثير بحب هاي الأجواء. معلش أنا عم بشغل المساحة بس عشان تكون الصورة أوضح بكثير، لأنه شوية مطر عماله بينزل. امبارح بالليل ما شاء الله جابت مطر كثير كويس، يمكن مبين على جنبات الشارع، فيعني ما بعرفش وأنا محظوظ ولا التصوير راح يتأثر من الكاميرا، تتأثر من قطرات المي اللي بتنزل، بس بتوقع هاي الكاميرا ما بتعمل زوم زي الكاميرا القديمة. هاي الكاميرا اللي عمالي بصور فيها صار لي فترة يعني جيدة، هاي الكاميرا ما بتعمل زوم بتوقع لأنها 5K، يعني ما شاء الله من الكاميرات الجميلة والناس عجبهم كثير طريقة تصوير. أنا حاط على النمط السينمائي في التصوير، يعني هتلاحظوا كثير كيف تصويرها كثير جميل. خلينا أول شيء نتكلم عن سبب التسمية. أنا لسه ضايل لي 4 دقائق عشان أدخل على الشارع اللي أعطاني إياه. أنا هذا الشارع دخلته لما صورت منطقة هون، والله نسيت شو اسمها، صورتها في الجهة الثانية من الشارع. سبب التسمية، ليش سموها بنعور؟ طبعا يعتقد أنه من كثرة الأبيع فيها سموها نعور. أنا بتذكر هذا الشارع كان مدمر، إن شاء الله يكونوا صلحوه، لما جيت المرة الماضية كان سيء جدا للأسف، لا شكلهم مصلحينه، يعني عاملين له شوية صيانة ممتاز، لأنه المرة الماضية بتذكر نزلته كان فيه حفر كثير كبيرة. ممتاز، يعني صاروا يعتنوا بالشوارع، شيء كثير ممتاز، يعني مبين معاكم كيف عاملين الصيانة، الأسود الغامق اللي هو الجديد. منطقة ناعور تتبع لمحافظة العاصمة، وهي مركز اللواء، يعني لواء ناعور. هلا النافيجيشن بعطيني على اليسار، طبعا تشتري بمناخها البارد قارص في الشتاء ومعتدل وجميل جدا بالصيف. هذا التقاطع خلينا نطلع منه. عدد سكانها ما يقارب 90,000 نسمة، وتبلغ مساحتها 27 كيلومتر مربع. طبعا هي منطقة وبلدة جميلة جدا بتطل على الأغوار الوسطى، يعني في بعض أماكن منها بتطل على الأغوار الوسطى. الناس عمالها بتشتري، لسه وقت الصلاة ما إجا، إن شاء الله أكون مخلص، أنا بصور يوم جمعة أكون مخلص قبل موعد الصلاة. حدودها من الشرق أمانة عمان، ومن الغرب الأغوار، ومن الشمال وادي البحاث وعراق الأمير، ومن الجنوب محافظة مادبة. تأسست في العصر الحديث سنة 1960. أهم عشائرها، طبعا بتمنى من الأخوة إذا سقط سهوا أي اسم عشيرة أنهم يذكرون لي بالتعليقات، وما يحكوا لي أنت ما ذكرت، لأنه أنا والله على قد على قدر الاستطاعة اللي أنا عملتها أني قدرت أجمع هاي الأسماء العشائر اللي معتز فيها كلنا. من أهم عشائرها عشيرة العجارمة، طبعا عشيرة العجارمة بحييها، موجودة في أغلب مناطق ناعور ومرج الحمام وحسبان ومادبة، يعني من العشائر ما شاء الله الممتدة في هاي المناطق والكبيرة والمعروفة على مستوى المملكة. أنا بحييها وبحيي كل العشائر الموجودة في بلدنا الغالي الأردن. ثاني عشيرة هي عشيرة رمامنا وعشيرة العدوان وعشيرة وعشائر إخواننا الشركس وعشائر الثوابية وعشائر إخواننا المسيحيين، يعني ما شاء الله تبارك الله فيها تنوع بالعشائر، يعني بين أردنية أصلية، بين عشائر
مسلمة وعشائر مسيحية وعشائر من الشركس. إخوانا الشركس راح أحكي لكم عنهم قصتهم كمان شوي كيف وصلوا لهي المناطق. طبعا تشتهر بزراعة العنب وزراعة التين والزيتون وأصناف مختلفة من الخضروات، يعني منطقة زراعية منذ القدم، وما شاء الله عليهم بعدهم مركزين على المناطق الزراعية الموجودة فيها وعلى الزراعة. طبعا تاريخها بيعود لما قبل التاريخ، يعني ما قبل الميلاد، لعهد الهكسوس وعهد العمونيون وعهد المؤابيين، العمونيين والمؤابيين، يعني ما شاء الله تاريخها ممتد من زمان. طبعا أهميتها كثير انسكنت في العصور الماضية. أعطيكم هلا قصة إخواننا الشركس في منطقة نعور. أنا النافيجيشن معطيني دقيقة واحدة بس، خليني أكمل بعدين بعطيكم قصة إخواننا الشركس، أكمل حتى أوصل للمكان اللي حكالي عنه. أنا هلا على النافيجيشن بدي أحط مدرسة تركي عشان نعرف وين المدرسة هي بتيجي، لأن دمشيله حسب ما هو طالب، يعني مدرسة تركي بعدين مسجد أم السوس لحتى أوصل له بالضبط زي ما حكالي. أنا بتمنى من الإخوان كلهم إنه لما تطلب مني مكان لا تعطيني خارطة، لأنه صعب جدا إني أمشي على الخارطة زي ما أنت بدك. أنا بمشي على النافيجيشن، يعني لازم كل شوي أغير النافيجيشن عشان أحط لك العنوان اللي بعده. فيا ريت، أنا برجع بعيدها، يا ريت كمان مرة إنك تعطيني اسم مكان واحد، مثلا المسجد وخلاص، بنحط المسجد وخلاص. أنا هيك معطيني ضيل لي شوي صغير عشان أوصل دائرة الأراضي أو المحكمة الموجودة في نعور. بعدها حطلع هذه المحكمة، هي محكمة نعور الشرعية الابتدائية، ممتاز جدا. حكمل دغري باتجاه أم السوس، جامع أم السوس، بس إن شاء الله يكون الطريق صحيح، لأنه زي ما ذكر لي على طريق العدسية، هي العدسية قدامنا. أنا راح أكمل من هون، أكفي وأنزل. طبعا أنا صورت لكم نعور في كثير من الفيديوهات، يعني هذا مش الفيديو الأول لنعور. نرجع لقصة إخواننا الشركس. في عام 1900 بالضبط تم تهجير إخواننا الشركس قصرا، يعني غصبا عنهم، مع اتفاق بين الدولة العثمانية والروسيا القيصرية في اتفاقية أضنة الشهيرة اللي اتفقوا فيها على تهجير إخواننا الشركس من أراضيهم. طبعا ليش اتفقوا على تهجيرهم من أراضيهم؟ طبعا كان عليهم الاستبداد كثير كبير، وكانوا بيعملوا على مضايقتهم وتعذيبهم وأمور كثير سيئة للأسف الشديد أيام الحرب اللي دامت 150 سنة في أراضيهم. فللأسف الشديد هجروهم لمناطق كثيرة من العالم، مثل الأردن وتركيا وبلاد الشام عامة، وطبعا في قسم منهم طلع على ألمانيا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. وللأسف حطوا مكانهم القوزاق والجورجيين والأوكرانيين اللي كانوا أصلا حلفة لإلهم في الحرب. طبعا برضو حطوا فيهم جزء كبير من الروس نفسهم، يعني للأسف شديد هذا حال المستعمرين دائما، زي ما صار عندنا في فلسطين المحتلة، خرجوا معظم أهلها منها وجابوا اليهود من شتى بقاع العالم وسكنوهم فيها في أراضي غيرهم. هذا اللي صار مع إخواننا الشركس بالضبط. طبعا زي ما حكيت لكم شتتوهم لتركيا وسوريا والأردن وفلسطين ومصر وبعض دول البلقان وألمانيا والولايات المتحدة. هذه قصة إخواننا الشركس اللي بنعتز فيهم. طبعا هم صاروا لبنة أساسية من لبن النسيج الأردني، يعني ما شاء الله لهم أيادي بيضاء في تعمير هذا البلد والحفاظ على أمنه واستقراره، زيهم زي باقي العشائر الأردنية بالأردن. يعني ما شاء الله ما في عندنا فرق بين أردني الأصل أو فلسطيني الأصل أو شركسي من القوقاز أو أرمني، أو ما في عندنا والحمد لله رب العالمين ما في عندنا فرق بين إخواننا المسيحيين وإخواننا المسلمين، الحمد لله كلنا هون عايشين إخوان مع بعضنا. وهذا الحكي حكيت لكم إياه لما كنت أصور في بلدة ماحس والفحيص، يعني وشفتوا ما شاء الله المحل المسلم جنب محل أخوه المسيحي، وأنا بتذكر، يعني أنا نفسي بتذكر كنت عايش في حي على شارع الجامعة، كنت ساكن على شارع الجامعة وكان جيران لنا مسيحيين من أطيب الناس، يعني أنا من الناس كنت كثير أروح أقعد عندهم، كانوا والله العظيم يا جماعة بعض منهم يصوم معنا في رمضان، يقول أنا ما بقدر أكل ولا أدخن طول ما في جنبي إخوان مسلمين، بقدرش أني أذيقهم حتى بريحة الدخان، تخيلوا لوين. وكان في منهم فعلا يصوم معنا، يقولوا أنا كنت أرتاح كثير على الصيام. طبعا زي ما حكيت أنا
شهادتي مجروحة في كل عشائرنا الأردنية، عشائرنا المسيحية ما هم أصلا من نسيجنا الأردني الموجود، حتى الشركس في الشيشان اللي أنا بحيي كل النسيج الأردني الموجود في وقتنا الحالي. أسعار الشقق فيها طبعا أنا ما أعطيكم أسعار الأراضي ولا إيجارات الأراضي الشقق، راح أعطيكم بس أسعار الشقق لأنه أنا انصدمت بأسعار الشقق فيها. أسعار الشقق فيها من 45,000 دينار 130 متر مربع لحتى 290 ألف دينار سعر الشقة، لكن شوفوا المساحة 450 متر مربع. طبعا هذا اللي أنا طلعته في آخر 48 ساعة، يعني أسعار الشقق هون مهولة وكبيرة. طبعا المنطقة تستحق، منطقة جميلة جدا، يعني فيها أماكن اللي شايف الفيديوهات الماضية راح يشوف مطلات جميلة جدا. أنا هلأ مركز على المدرسة وعلى المسجد، مركز لحتى اوصل له للمكان اللي بده اياه. انا هذا الشارع صدقا اول مره بدخله، يعني كثير جميل. شوفوا العرض تبعه، شوفوا المناظر. احنا هلا بالشتاء الدنيا بتشتي شوي وبتوقف شوي، يعني ما شاء الله شيء جميل. هلا بيعطينا على اليسار، شوفوا ما شاء الله ما اجمل البيوت اللي موجوده فوق، فيلل وعمارات والى اخره، وشوارع جميله جدا. اذا بتلاحظوا الخضره كثيره بمنطقه نعور، حتى في المناطق السكنيه الخضره كثير موجودة هون، وهذا لأنه تربتها جميلة جدا وهي أصلا أراضي زراعية. شوفوا الحرش اللي قدامنا، شايفين الحرش اللي قدامنا ما شاء الله ما أجمله. هذا موجود بتوقع على طريق المطار، بس مش ذاكر شو اسمه لأنه إحنا كثير قراب من طريق المطار نعور. هذا شو على شمالنا؟ بوابة رقم 4 دار الدواء، هذا مصنع دار الدواء. طبعا مشهورة منطقة نعور بمصانع الأدوية الموجودة فيها، مصانع الأدوية الأردنية بتصدر لكل العالم على فكرة، يعني أنا قرأت عنها مرة ما شاء الله شيء بيرفع الرأس. هذه بترا برضو دارفت الدواء، شركة الدواء برضو، يعني شركات دواء ما شاء الله منتشرة في نعور. ما بعرف السبب، بس بتوقع لأنه كان لما افتتحوهم زمان كانت الأراضي رخيصة في المنطقة وقريبة من كل الأماكن. البحر الميت العدسية وسيل حسبان تركي، أمامنا منطقة تركي، يعني المدرسة بتكون في نفس المنطقة في تركي. جاسكو الأردنية السعودية للبث الفضائي، يعني ما شاء الله أنا أول مرة بشوف هاي الشركات، يعني ما بعرف شو المقصود في المنطقة، والله راحت علي. زي ما شايفين هيك احنا بنرجع على الشارع الرئيسي بنزل على البحر الميت. أنا بعرفش حيكون نازل الفيديو ولا لا، صورت لكم البحر، طريق البحر الميت من شارع المطار لحتى وصلت لحتى ينابيع المياه السخنة اللي بتنزل من معين، صورتها هاي كلها، يعني ما شاء الله صورتها بالكاميرا الجديدة، كان تصوير جدا جميل، حطيت لكم أغاني جميلة جدا على الفيديو، إن شاء الله يكون نازل يعني، لأن أنا بعرف في كثير ناس لها ذكريات جميلة في المنطقة. مش عارف النافيجيشن وين موديني، يعني مش عارف أنا ماشي صح ولا مش ماشي صح. خلينا أغير الدوار على مسجد أبو السوس، يعني أدور على مسجد أبو السوس أحسن. شايف حالي أبعدت كثير عن نعور، صرت في منطقة تركيا رايح أنا. يا سيدي إن شاء الله أكون بس ماشي مزبوط، إن شاء الله يكون نافيجيشن ماشي مزبوط. شوفوا ما شاء الله الطبيعة ما أجملها، أنتم ملاحظين ما أجمل الطبيعة هون، يعني شيء ما شاء الله خرافي. مع أنه الأجواء مش ربيع، إحنا في فصل الشتاء، يعني بلش يزداد حدته، يعني ما شاء الله امبارح بالليل جابت امطار الخير، جابتها بشكل كبير، يعني زي زخات غزيرة محدودة، يعني تقعد 3-4 دقائق 5-10 ماكسيمم. فاثار الشتاء هي موجود على الارض زي ما انتم شايفين، كلها مياه، يعني اللي تصرف تصرف واللي ضل بعده موجود. طبعا الايام الجاية راح تشهد ان شاء الله امطار كثيرة، لانه ندخل بشهر 12، شهر 12 معروف عنا حتى في احتمالية اوكي حتى لو ضئيلة لنزول الثلوج، ممكن تنزل فيه الثلوج حسب المنخفض من وين جاي. والله انا بصراحة مصدوم، المنطقة جميلة جدا يا جماعة، شوفوا الاحراش اللي موجودة. انا في محافظة العاصمة، يعني ما طلعتش برا عمان، يعني اوكي بتذكرني في منطقة بدر الجديدة، يعني شوفوا ما شاء الله هي الاغوار تحت منا هناك، بعرفش اذا الكاميرا بتجيبها، واحنا موجودين على الجبل اللي مقابلها، يعني ما شاء الله تبارك الله من المناظر الجميلة جدا. شوفوا كمية الأشجار الحرجية الموجودة، سنوبر وسيرو ما شاء الله، يعني هي هم الأكثر سنوبر والسيرو. أنا بتوقع هذا الشارع عاملينه بين الأحراش، يعني لو رجعنا
بتوقع ستينات وخمسينات القرن الماضي أو حتى سبعينات القرن الماضي راح تكون المنطقة هاي كلها مكسوبة بالأشجار. بس بتعرفوا مع التطور العمراني وامتداد عمان للمناطق الضواحي زاد فيها البنى للأسف. بتوقع أنه ما كانش في عنا كثير تنظيم بهذاك الوقت، لهيك صار في عنا اعتداءات على المناطق الحرجية. يعني تخيلوا عمان بأحراشها اللي كان في تنظيم جيد للبيوت، كان أنا بتوقع عمان من أجمل، هي هلأ جميلة بس كان زاد جمالها بأضعاف الأضعاف. يعني تخيل تكون عايش حواليك كله أحراش، شوف المنظر ما شاء الله ما أجمله. إحنا على السفح هلأ، على سفح الجبل، أنا مشيت باتجاه تركي، قرية تركي، فأنا خايف إنه يكون العنوان أو النافيجيشن معطيني غلط، فإن شاء الله يكون صح، بتمنى يكون صح إنه أبو السوس، لأنه مطلوب مني أبو السوس، لو بعرف لو حضرت لأبو السوس وصورتها، لأنه مسجد أبو السوس أكيد في أبو السوس. يلا فرصة نرجع لهي الأماكن، بلكي يكون الربيع داخل. في شغلة كثير مهمة بدي أحكي لكم إياها، أنا يا جماعة عندي كم مهول من الطلبات، عندي كم كثير كبير من الطلبات، فأي واحد بتأخر طلبه يعرف إنه ماشي على الدور. يعني أنا طلعت صورت جبال عجلون، إجاني بعد ما صورت جبال عجلون طلبات ثانية لعجلون، بس في أنا بمشي بالأولوية. هلأ أنا مشيت على مرج الحمام وعلى نعور، هنزل المرة الجاية إن شاء الله على المقابلين وعلى خربة السوق وعلى الجويدة، وحصور برضو جبل النزهة مطلوب مني شارع الملوك. يعني في عندي أماكن حتى كثيرة صارت بعمان، بعدين هرجع مرة ثانية على جرش وعلى منطقة عجلون وعلى الزرقة. الزرقة رجع طلب مني أماكن كثير ثانية من منطقة الزرقة. يعني أنا هيني عمالي بلف وبعمل جهدي، ما حدا يعتب علي، لأنه الطلبات والله كثيرة، وأنا بالأيام العادية خصوصا في العاصمة عمان بقدرش أطلع. يعني الأهل وسكان عمان بيعرفوا أكثر مني قديش في أزمة في عمان. يعني المشوار اللي أنا مشيته اليوم لحتى أوصل مرج الحمام هيتضاعف 4 مرات عشان أطلعه في الأيام العادية، وأنا في غنى، لهيك بطلع جمعة وسبت. في أيام بطلع في نص الأسبوع زي محافظة عجلون، زي جرش، الأماكن اللي أنا ضامن إنه ما فيهم زحمة سيارات كبيرة. يعني المحافظات بضلها أقل، مش كل المحافظات، مثلا الزرقاء فيها يعني بقدرش أطلع لها بنص أسبوع، إربد فيها بقدرش أطلع لها بنص أسبوع. يعني هاي النازية على منطقة تركي، والله أنا بشكر، يعني إن شاء الله تكون هي منطقة تركي المطلوبة. هي عم بيشتغلوا هون عندهم بنا، بس يفتح لنا طريق هذا الأخ، يعني عمالهم ما شاء الله، الله يبارك لهم، الله يبارك لهم. تعرفوا البنا كثير مهم جدا لصاحب البنا، يعني حلم عمره بيقعد يجمع طول عمره عشان يبني هالبيت، فالله يبارك للجميع يا رب. شوفوا ما شاء الله ما أجمل هاي القرية الجميلة اللي هي بتوقع قرية تركي، لأنه احنا رايحين على تركي هلا. فهي طلعت مش نعور، طلعت من قضاء نعور، يعني من القرى اللي تابعة على نعور. هاي شايفين الأغوار قدامنا، هذيك الأغوار اللي مبين فيها لمعة، هذه احنا مسميها المزارع أو المزارع البيوت البلاستيك. هذه كلها الأغوار اللي على الشمال، على شمالنا، احنا قربنا نوصل، هاي المدرسة قدامنا، أنا وراي واحد بس بدي أمشيه عشان أعرف أتكلم براحتي، أنا بدي أمشيه. هذه المدرسة بتوقع اللي انطلبت مني، هذا المسجد شو اسمه على اليمين، إن شاء الله يكون مسجد أبو السوس، خلينا نشوف شو اسمه. مسجد ما شاء الله تراثي قديم جميل جدا، مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه المدرسة، يعني منطقة صغيرة، مدرستها أكيد راح تكون صغيرة، خلينا نشوف اسمها، بتوقع هي مدرسة تركي، لأنه إحنا هلا في تركي، في قرية تركي. والنكل على خلق عظيم، قل ربي زدني علما، بس اسم المدرسة، نعم مدرسة تركي الأساسية، هلا عرفناه. هلا ظل عندي المسجد اللي أوصل له، مسجد أبو السوس. يعني ما شاء الله قرى جميلة جدا وانت في عمان. أنا بنصح الجميع يجيها فصل الربيع، يعني مناطق نعور، مرج الحمام، وادي السير من أجمل المناطق اللي ممكن، وقريبة جدا من عمان، من أجمل المناطق القريبة جدا لعمان في فصل الربيع. يعني حتشوفوا منظر ثاني، هاي الجبال اللي عليها زي شايفينها ما عليها ولا خضرة، هاي كلها راح تكتسي باللون الأخضر، يعني حتشوفوا مناظر ما شاء الله جميلة جدا. وأنا إن شاء الله ناوي أن أزور منطقة عراق الأمير والقرى اللي حواليها في فصل الربيع لحتى أفرجيكم جمال هاي المناطق. أنا زرت منطقة عراق الأمير وصورتها،
بس ما صورتها بالربيع. فأنا بدي أرجع لها إن شاء الله إذا ربنا حيانا أصورها بالربيع وأرجع لمنطقة السليحي وتل الرمان ومرصع وسلحوب. يعني هاي المناطق لازم تشوفوها في فصل الربيع، يعني مناطق خلابة وجميلة جدا وقريبة جدا من عمان، يعني فركة كعب زي ما بنحكيها، فركة كعب يعني يا دوب خطوتين اللي انت صاير فيها. انا صورت لكم طبعا جبال الصلت، بلكي رجعت مرة ثانية وصورت لكم اياها في الربيع، لانك حتشوف مناظر ثانية، حتحس حالك في دولة اوروبية او في تركيا، في المناطق الجميلة والحرجية الموجودة في تركيا. مزرعة للبيع، المساحة 4 دنم 432 متر. هاي الاغوار على يساري، يعني منظر جميل جدا من هون، بتشوف الاغوار كلها على يسارك. انا لي ساعة بمشي مش لاقي المدرسة، 28 دقيقة، لا انا مش راح امشي 28 دقيقة لانه كثير علي ان امشي 28 دقيقة عشان اوصل للمكان اللي طلبه. هاي خارطة طويلة جدا، انا لهون والله ما بدي انهي، خلينا اكمل اشوف لوين راح اوصل في النهاية. يعني انا شفت على النافيجيشن، وقفت شفت على النافيجيشن، لقيت انه عشان اوصل المكان اللي طالبه 28 دقيقة، وعشان اطلع على عمان بدي 30 دقيقة. لهيك انا مش راح اقدر ضلني اعلق لكم على الفيديو، ممكن اعمله فيديو ثاني بس اعملكم اياه ميوزك يعني، واعطيكم اسم المنطقة اللي هي منطقة تركي وين رايحين احنا بالضبط، وان شاء الله نوصلها. يعني المدرسة تكون قبل طريقنا لعمان لانه كثير نزلت، يعني هذه تابعة لقضاء نعور، بس مش موجودة في نعور، يعني في المدينة نعور نفسها. يعني شوف وين وداني، على شمالي شايف كل الاغوار، انا على شمالي شايف كل الاغوار. لهيك راح اترككم مع الطريق مع الموسيقى، وان شاء الله ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع الف سلام. الله يا هالوطن أردننا يا الحبيب، تبقى طول الزمن للشمس الما تغيب. أنت أغلى حنان وأغلى ما في الوجود، نوصل بك السماء نوصل أبعد حدود. يا غنوة تشوف
احلى الدار والدير ونبع الفوار والزنات عنا بعيم الليل جرار حب الشوق ما عاد لي بالغربة تعود شو مشتاق يروين بريق الفخار ديرتنا يا كفر اللوز والمختار نلقاه بأيام العوز كل ما نعطش عالنبعة نشرب بالكوز بحلى أيامك يا ست وسيد الختيار هالخضرة وزهر الربوان والزيتون والقاد بظل الفيال والرعيان بالمرعى ترعى العنزات بين جبال ديرتنا نصيد الشنار يا أردن يا هالي وناسي
راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت ارضني اهل الكرامة. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت ارضني اهل الكرامة. يا بلادي 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 يا بلادي. سلام الله عليك يا بلادي من الألف للنون، صباح الخير صباحك نادي عطره يملى الكون. سلام الله عليك يا بلادي من صباح الخير صباحك نادي عطره يملى الكون. صباحك يا وطن نسمات هوا يحضن الفيات وعمدت البصر جنات. صباح الخير تمر نسمة نسمة تروح هواها يرد الروح نسايمها هي اللي فوق. صباح الخير يا بلادي يا بلادي.